مرحبا بمشاهدي الأعزاء أينما كنتم من قناة ديسكو أمين تي في. نواكب ككل أسبوع مع الفريق الحريزي يوسفية برشيد والطريق المدرب السيد النجاري يتنفس تنفسا عميقا رفقة فريقه المشاكس الذي لم تفهم سياسته الكروية. وما شاهدناه في مباراة اليوم ضد الفتح الرباطي للروح القتالية ما جعله يحقق الانتصار الأول منذ الدورة الثالثة عشر، ما خولت له نتيجة اليوم الحصول على 3 نقاط يتسلق على إثرها إلى رتبة مشرفة ابتعاد عن منطقة الخطر، وما تبقى في باقي المقابلات لا لضياع الفرص وأخذ شعار الانتصار بمشاكسة جيدة من فريق المشاكس لكي تكون له صحوة في الثلث الأخير من البطولة. الإصابة الهكترية الأولى للفريق الحريزي تعد أحسن تسجيل إصابة في الموسم لحد الآن من وسط الميدان، ذلك كما تطرقنا إليه كم من ريبورتاج في استعمال المباغتة والقذف من بعيد باستغلال الضربات الثابتة. لاعبين شباب لهم طموح تحقيق نتائج إيجابية، لا بد من المزيد في تأطيرهم لمجال السياسة للعبة، اجتناب الأخطاء المجانية وعدم ضياع الفرص وصنع الحدث. الجميل في رشيد انهم مركلوش الدفاع، بدوش بلوك با، كيحاول انهم يخلصوا الكره في وسط الميدان ويديروا الهجمه المرتده، مش انهم ديما يخليوا اللاعبين ديال الفريق الفتح الرباطي يلعبوا وراء الظهر. وشفنا شحال من الفرصه مشاو وكانوا غيسجلوا الهدف الثالث. الارمي ديال الكره الخطيه جات من الارجل ديال الفريق اللي تنشوفوا ديال الانترفال والمساحه اللي كتكون ما بين الليلين، فكان واحد يعني ما كانش واحد الليلين ما كانوش يعني بعاد بزاف ديال الفريق، عرفت كيفاش يديروا المقابله، حافظوا على النتيجه.